القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس لن ننسى عائلة شهداء الوطن. إنهاء الحفر الجاف بقناة جديدة. 10,000 مريض يستفيدون من البروتوكول الجديد لعلاج فيروس سي. وإليكم تفاصيل النشرة. الدولة لن تنسى عائلة شهداء الوطن، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجها بالتحية والتقدير لذكرى شهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين جادوا بأرواحهم من أجل الوطن، مشيدا بما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات من أجل الحفاظ على الأمن القومي واستقرار المجتمع، لا سيما في ظل العمليات الإرهابية الآثمة التي تستهدف أبناء الشعب المصري والمؤسسات العامة والخاصة وممتلكات المواطنين الأبرياء ومقرات الأجهزة الأمنية والشرطية، مشددا على أن مثل هذه الأعمال الغاشمة لن تزيد المصريين إلا إصرارا على تحقيق طموحاتهم من أجل بناء مصر المستقبل وسعادة موقعها اللائق بين دول العالم. إنهاء الحفر الجاف الكامل في قناة السويس الجديدة، هذا ما أكده اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية مضيفا أن مسار القناة أصبح جاهزا أمام الكراكات والمعدات الهندسية، انتهت من حفر 35 كيلومترا بين نقطتي البلاح والدفرسوار ما يسمح للكراكات بالتحرك بطول المسار وتعميق القناة، مشيرا إلى أن 37 كراكة تابعة لقناة السويس تعمل حاليا بتعميق قناة جديدة للتفريعات الغربية بمجرى قناة السويس. استلام 4,000 طن قمح من المزارعين منذ فتح باب تويض محصول موسم هذا العام، هذا ما أعلنه المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، لافتا إلى أنه جاري استلام جميع كميات القمح المحلي شريطة مطابقتها للمواصفات القياسية، متوقعا استلام أكثر من 3,700,000 طن في الموسم الحالي بسبب ارتفاع سعر إردب القمح إلى 420 جنيها. وصول 100,000 عبوة أوليسيو لعلاج فيروس سي بديلا عن الانترفيرون لتوزيعهم على مراكز الكبد لبدء العلاج وفقا للبروتوكول العلاج الجديد، هذا ما أعلنه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم البدء في تدريب مجموعات من الأطباء على البروتوكول العلاج الجديد لمرضى فيروس سي بسوفالدي والانترفيرون أو سوفالدي وأوليسيو، موضحا أن المرحلة الأولى للبروتوكول العلاج الجديد لمرضى فيروس سي سوفالدي وأوليسيو ستشمل 10,000 مريض على مستوى الجمهورية. ألقت الأجهزة الأمنية بالضحية القبض على 2 من قيادات جماعة الإخوان في حملة قادها ضباط فرع الأمن الوطني لضبط كوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت الشرطية والحيوية والتحريض على التظاهر وأعمال العنف. في نفس السياق ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان القبض على محام لاتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية والاشتراك في المظاهرات المحرضة على العنف. والآن مع معلومة تكنولوجية جديدة يقدمها الدكتور محمد الجندي. تفضل يا دكتور. شكرا ديانا. لو بتفكر تبيع تليفونك القديم خد بالك ان بياناتك على التليفون ممكن ترجع تاني، ملفاتك وصورك واي بيانات تخصك ممكن ترجع بسهولة حتى لو حذفتها، علشان تحمي خصوصيتك الافضل انك ما تبيعش التليفون، لكن لو مضطر يبقى لازم تشيل كارت الميموري من التليفون وما تبيعوش معاه. الخطوة التانية انك تدخل على السيتنجز بتاعت التليفون وتختار سيكوريتي وبعدين انكريبشن يعني تشفير، ودي هتشفر بياناتك اللي على التليفون بكلمة سر يعني تتحول لشفرة مش مفهومة. بعد كده تقدر تختار من السيتنجز باك اب اند ريسيت واختار فاكتوري ريسيت واحذف كل حاجة، بعد كده تقدر تبيع التليفون. استنونا في معلومات تكنولوجية جديدة. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات اخرى بإذن الله.